السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات، أولا أهنئكم على حلول الشهر المبارك شهر رمضان المعظم، وأن يقدرنا الله على صيامه وقيامه. في حلقتي لهذا اليوم سأقدم لكم شرح مبسط حول الخطأ الفادح الذي يقع فيه الكثير من مبتدئي الكهرباء، وخاصة الذين ليس لهم معرفة عن كيفية تركيب وإضافة أجهزة للسيارة بالطريقة الصحيحة، لأني وجدت بعض الإخوة يشتكون من ضعف مثلا أضواء السيارة بمجرد الدعس على الفرامل، أو اشتعال لمبة الشحن بمجرد وضع عصا القير في وضعية الرجوع للخلف. كذلك هناك من يشتكي من صرير في الراديو بمجرد الدعس على دواسة البنزين. هذا كله إخواني بسبب سوء في التركيب الغير صحيح للأسلاك في مكانها، وسأعطيكم هنا مثال على ذلك إخواني حتى تفهموا الطريقة بشكل واضح. هنا أتيتكم بمضخة بنزين حتى تكون العملية واضحة عليها. هنا وضعت قاطعة لها، وهنا لنعتبر هنا سالب وموجب البطارية. الكثير من الناس عندما يريد إخواني إضافة جهاز للسيارة يقوم بوضع مثلا سلك سالب للمبة الفحص على سلك سالب للبطارية، أو تضع على جسم السيارة ويبدأ بالفحص، مثلا يضع هنا تشتغل لمبة، يأخذ موجب من هنا للجهاز الذي يريد أن يشغله، لكن هذا خطأ. والأغرب من ذلك إنه لو ذهب إلى هذا السلك سيجد كذلك كهرباء، رغم أني واضع هنا السالب اشتغل يعني بهذا المكان وبهذا المكان، حتى لو فصلنا هنا سيشتغل المصباح. لماذا؟ لأن المضخة موجود بها فقط ملف يدور ويرجع، يعني هنا موجب دخل إلى المضخة ولف على شكل ملف وخرج من الجهة الأخرى هذا السلك ووجدته هنا. يعني هنا عندما يقوم الكهربائي بفحص هذا السلك يجد به كهرباء، يقوم بقصه ووضع به سلك موجب ويذهب به إلى الجهاز. لنفترض أنه وضعه هنا بهذه المنطقة وذهب به إلى الجهاز الذي يريد تشغيله. عندما تشغل المضخة وعندما تقوم بتشغيل السيارة هنا سيجد أن الجهاز انطفأ معه ولا يعمل، لأن هنا أخذ هذا السلك، أخذ كان موجب في الدارة عندما لم يكن يشتغل، لكن هنا أخذ السالب لكي يشغل المضخة. هنا نلاحظ هنا سالب، هنا موجب، وهنا موجب. قلنا الموجب لأنه دخل من هنا ولف في الملف وخرج من الجهة الأخرى لأنه لم يجد شحنة سالبة لكي تكمل الدارة. نلاحظ عندما أقوم بإشعال المضخة سينطفئ المصباح. عفوا سلك منقطع. هنا تشتغل المضخة وينطفئ المصباح. لنفترض انه وضعه على هذا السلك الموجب الحقيقي وقام وعند تشغيل الإضاءة اخواني، لنفترض انه اراد تركيب إضاءة للسيارة او لجهاز راديو، لنلاحظ ماذا سيحدث. هنا قلت الإضاءة، وذلك بعض الناس عند يشتكون كذلك عندما تشتغل مراوح التبريد أو ما إلى ذلك أي جهاز آخر، عندما يشتغل تقل إضاءة السيارة، أو عندما يقوم بالدعس على دواسة الفرامل ينطفئ المصباح أو يقل ومضه، أو تشتغل لمبة الشحن. كل هذا بسبب هذه التركيبات الخاطئة، يعني عندما يقوم بوضعه، عندما يكون يفحص الأسلاك لا يقوم بفحص الأسلاك بشكل عشوائي، يعني يضع سلك بهذا الشكل عندما يشتغل المصباح خلاص هذا هو السلك الموجب. لا يا إخواني، يجب أن تفحص السلك الموجب، يجب أن يكون أن تسخر السلك الموجب يكون بسلك سميك في علبة الفيوزات، أو تقوم بجذب موجب مباشرة من البطارية، لأنه عندما تقوم فقط بجذب سلك بهذه الأشكال من
الأنبوب الذي يكون به مجموعة من الأسلاك، تقوم بفحص أي سلك تجد به موجب تقول هذا هو الموجب. لا يا أخي، نعم ذلك هو الموجب، لكن ذلك الموجب يتصل بقطعة أخرى لكي يشغلها، وأنت لما تقوم بجذب سلك موجب منه ستنقسم الشحنة أو الأمبير، سينقسم إلى قسمين، يأخذ قسم منه إلى المدخة مثلا وقسم إلى الجهاز الذي تريد تشغيله. والدليل على ذلك قلنا نلاحظ وهج المصباح، وعندما أقوم بتشغيل الجهاز الآخر نلاحظ يقل يضعف معنا المصباح. هذا دلالة على أن الأمبير والفولتية نقصت على تقسمت على كلا الجهازين، وهذا ما يدعى بالكهرباء الكاذبة إخواني. يعني عندما تفحص السلك تجد به كهرباء ستظن أنه هو ذلك هو السلك المطلوب، لكن لا يا إخواني، دائما السلك المطلوب يجب أن تكون السيارة في وضع لإطفاء المفتاح غير موجود بها، وتذهب مباشرة لعلبة البيوزات. مباشرة لعلبة البيوزات ستجد سلك أو سلكان سميكان أو أكثر من هذا. تلك هي الأسلاك المطلوبة لتقوم بجذب سلك مباشرة منها، لأنها تلك الأسلاك تأتي مباشرة من البطارية إلى علبة البيوزات، أو تأتي بسلك موجب مباشرة من البطارية لكي تتأكد بأنك في الموجب الصحيح. في الأخير كل ما أتمناه منكم أن تنشروا هذا الفيديو، لأن الكثير يجهل مثل هذه الأمور، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.